شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. هذه الأيام، بل جميع الأيام، تتعلق بنور الله الذي لا يخبو، وسيفه الذي لا ينبو، الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. وعجل الله تعالى فرجه، وجعلنا من أنصاره وأعوانه. هنالك ثلاثة مباحث تتعلق بالإمام الحجة. البحث الأول بحث حول وجوده، يعني هل أن الإمام الحجة كان له وجود في التاريخ؟ هل هنالك شخص في التاريخ يسمى بميم حاء ميم دال وهو ابن الإمام الحسن العسكري؟ هذا الشخص هل له وجود في الواقع، أو أنه شخصية خيالية لا وجود لها، وإنما نسجتها الأوهام؟ هذا البحث الأول، بحث حول وجوده. البحث الثاني بحث حول إمامته، أنه هذا الشخص هل هو إمام من قبل الله سبحانه وتعالى أم لا؟ البحث الثالث بحث حول مهدويته، يعني إذا سلمنا أن هذا الشخص موجود وأنه إمام، فهل هو المهدي الذي بشر به رسول الله؟ صلى الله عليه وآله.
وبشر به الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إحنا في هذا اليوم نكتفي فقط بتلاوة بعض الاعترافات التي تتعلق بوجود الإمام المهدي، لأن هذا الوجود تعرض لحملة من التشكيك والإنكار. نتلو بعض الاعترافات التي تتناول وجوده المبارك، يعني أن هنالك شخصا في التاريخ يسمى بهذا الاسم، باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه ولد للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه مثل هذا المولود. قبل أن نتلو هذه الاعترافات، لا بأس بالإشارة إلى أن هذه الاعترافات ليست اعترافات عادية، وإنما هي اعترافات استثنائية، لها قيمة استثنائية كبيرة، لأنه اللي يعترف بشيء من الأشياء تارة تكون له مصلحة في هذا الاعتراف. واحد يعترف بشيء له في هذا الاعتراف مصلحة، محتمل يكون صادق ومحتمل يكون كاذب، وتارة واحد ما إلى مصلحة في الاعتراف، يعترف بشيء من الأشياء. هذا الاعتراف يجعله أقرب إلى الحقيقة. مرة ثالثة وهو الأهم، واحد له مصلحة مضادة، مرة واحد إلى مصلحة، مرة واحد ما إلى مصلحة، تارة ثالثة واحد إلى مصلحة مضادة، وهو يعترف. هذا الاعتراف جدا له قيمة. لذلك إذا تراجعون كتاب الإقرار في الفقه في القانون، الإقرار مرة واحد يقول أنا أطلبك 1000 دينار، هذا إقرار لنفسه، أنا أقول أنا أطلبك، يمكن هذا الاعتراف يكون صادق، يمكن أن لا يكون صادق. مرة واحد محايد يقول زيد يطلب من عامر 1000 دينار، وهذا ما إلى مصلحة في القضية، لا يجر النار إلى قرصه، هذا اعترافه إقراره شهادته تكون لها قيمة أكبر. ومرة لا، واحد له مصلحة مضادة، واحد يقول أنا مطلوب لزيد 1000 دينار، زيد يطلبني 1000 دينار، هذا دا يعترف على نفسه، هذا له مصلحة مضادة في هذا الاعتراف، فاعترافه جدا تكون إلى قيمة. هؤلاء الذين اعترفوا بوجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الوجود المادي، يعني أنه كان هنالك شخص في التاريخ بهذا الاسم وبهذه المواصفات، هؤلاء مو من الموالين لأهل البيت، هؤلاء من المخالفين لأهل البيت،
هؤلاء من الذين لا يعترفون بإمامة أهل البيت. فإذا اعترافهم يكون له قيمة كبيرة، لأنه اعتراف شخص له مصلحة مضادة. احنا نذكر جملة من هذه الاعترافات. الاعتراف الأول، ابن الصباغ. ابن الصباغ هذا مو من الشيعة، هذا مو من الإمامية، هذا مو من الاثنى عشرية، لا، رجل مالكي من أتباع مالك، الإمام مالك المعروف، رجل معروف، عالم معروف، ابن الصباغ المالكي. هذا في كتابه، وكتابه موجود، الفصول المهمة، الباب 12، صفحة 273، يقول: ولد أبو القاسم ميم حاء ميم دال، لأنه نهينا عن ذكر اسمه الصريح في زمان الغيبة. بعض العلماء يقولون هذا نهي تحريم حرام، وبعضهم يقولون هذا نهي كراهة، أنه واحد لا يذكر الاسم الصريح للإمام لحكمة مذكورة في محلها. ولد أبو القاسم ميم حاء ميم دال ابن الحسن الخالص، الخالص من ألقاب الإمام العسكري، بسر من رأى، يعني سامراء، في النصف من شعبان سنة 55 و200 للهجرة. إذن هذا العالم المالكي يعترف في كتابه أن هذا الشخص له وجود في التاريخ. هذا الشخص مو شخصية خيالية، لا، أكو واحد في التاريخ اسمه هذا الاسم، اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاعتراف الثاني، سبط ابن الجوزي، رجل معروف مو من علماء الإمامية، لا، وإنما هو عالم حنفي من أتباع أبو حنيفة، إلى كتاب معروف تذكرة الخواص، في صفحة 363 يقول: وأولاده، يعني أولاد الإمام الحسن العسكري، منو كانوا أولاده؟ وأولاده ميم حاء ميم دال. إذن هذا العالم الحنفي يعترف أن الإمام العسكري كان له ولد، هذا حقيقة، يحمل هذا الاسم. الاعتراف الثالث، ابن حجر، هذا العالم المعروف المتعصب ضد الشيعة، وكتب كتابه الصواعق المحرقة في رد أهل البدع والزندقة، يعني الشيعة في نظره، متعصب شديد. هذا في كتابه الصواعق المحرقة الذي كتبه ضد الشيعة، صفحة 127، يذكر الإمام الحادي عشر صلوات الله عليه، ثم يقول: ولم يخلف، يعني الإمام العسكري ما كان عنده ولد، ما كان عنده ذرية إلا واحد، ولم يخلف غير ولده أبي القاسم. الله أكبر.
ميم حاء ميم دال وعمره عند وفاة أبيه 5 سنين. الإمام العسكري عندما توفي الإمام الحجة كان عمره 5 سنوات. الاعتراف الرابع سليمان القندوزي عالم حنفي في كتابه ينابيع المودة صفحة 449 يقول: الخبر المعلوم المحقق عند الثقات، مو خبر مرسل خبر مجهول، لا، خبر معلوم محقق ثابت، أن ولادة قاف ألف همز ميم كانت ليلة 15 من شعبان 55 و200 في بلدة سامراء. الاعتراف الخامس الشبلنجي عالم من علماء الشافعية أتباع الشافعي في نور الأبصار صفحة 185 يقول: وكانت وفاة أبي محمد الحسن بن علي في يوم الجمعة 60 و200 وخلف من الولد ميم حاء ميم دال. الاعتراف الأخير وهو الاعتراف السادس ابن خلكان عند كتاب اسمه وفيات الأعيان يقول: كانت ولادته يعني الإمام الحجة يوم الجمعة 55 و200 ولما توفي أبوه وقد سبق ذكره، يعني سابقا ذكرنا حول الإمام العسكري، كان عمره 5 سنين واسم أمه خمط وقيل نرجس. هذه 6 اعترافات من كبار علماء السنة حول وجود شخص في التاريخ يحمل هذا الاسم، اسم رسول الله صلى الله عليه وآله. هل الاعترافات تقتصر عند هذا الحد 6 اعترافات؟ لا، إذا ما كان إلا اعتراف واحد لكفانا، لأن قلت هؤلاء عندهم مصلحة مضادة فاعترافاتهم إلها قيمة. راجعوا كتاب المهدي الموعود المنتظر للشيخ نجم الدين العسكري رحمة الله عليه، ذكر في كتابه المهدي الموعود المنتظر اسم 40 واحد، مو 1 و2، 40 واحد من علماء السنة الذين أقروا بوجود الإمام، 40 واحد. وراجعوا كتاب منتخب الأثر للشيخ لطف الله الصافي أحد كبار العلماء المعروفين، يذكر في هذا الكتاب اسم 26 واحد من علماء السنة الذين اعترفوا بوجود الإمام الحجة صلوات الله عليه. كم اعتراف صار؟ 40 في كتاب المهدي الموعود المنتظر، و26 في كتاب منتخب الأثر. كم اعتراف؟ 66 عالم من علماء السنة يعترفون بأن هذا الشخص له وجود في التاريخ. يأتي واحد جاهل لا يعرف شيئا من العلوم الإسلامية ومن العلوم الدينية، وليست له خبرة لا في الدين ولا في الدنيا،
يقول هاي شخصية خيالية، شخص احنا اخترعناه. اصلا الامام العسكري ما كان له وجود في التاريخ. هذا في الواقع اما جهل، مو جهل، هذا ايغال في الجهل، واما تجاهل، واحد من الاثنين، اما جهل واما تجاهل. وهذا لا يضر، لا يضر بالحقيقة. إنكار واحد جاهل لا يضر بحقيقة من الحقائق. أوضح حقيقة في هذا الوجود شنو هي؟ أوضح حقيقة في هذا الوجود شنو هي؟ هي حقيقة الوجود. أوضح حقيقة في الوجود هي الوجود الواقعية العينية، التحقق. هذه الحقيقة، الطفل اللي عمره يوم يفهم هذه الحقيقة، اجوا ناس انكروا هذه الحقيقة. انكار مجموعة لحقيقة هل يضر بتلك الحقيقة؟ لا، يضرون انفسهم. اكو جماعة من الفلاسفة، من كبار الفلاسفة، انكروا الوجود. يقول احنا ما إلنا وجود، هذا المسجد ما إله وجود، المتكلم ما إله وجود، انتم ما إلكم وجود، كلامي ما إله وجود، هم ما إلهم وجود، تشكيكهم ما إله وجود، انكارهم ما إله وجود، كل ما في الكون وهم او خيال او عكوس في المرايا او ظلال. يضر بهذه الحقيقة؟ ما لازم واحد يخاف من الإنكار. إذا واحد قال الشمس الآن مو موجودة، هذا يدل على ضعف قابليته وانحطاط فكره وضعف عقله، ولا يضر بالشمس. أكو جماعة أنكروا الوجود، أكو جماعة أنكروا وجود الله. الآن ملايين البشر يقولون ماكو الله، ما لازم واحد يخاف. احنا نخاف ان الجماعة انكروا وجود الله سبحانه وتعالى؟ لا، ما يخيفنا ذلك، ما دام الله واضحا عميت عين. الامام الحسين شنو يقول صلوات الله عليه في دعاء عرفة؟ عميت عين لا تراك. الإشكال مو في ذاك الجانب، الإشكال في هذا الجانب. هذا أعمى ما يشوف، هذا أعمى القلب، يقول ماكو الله. الله اللي في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد. فوا عجبا، شلون واحد يجي ينكر الله تعالى؟ لا يضر. الآن ملايين البشر يقولون ماكو الله، هذا الإنكار يخيفنا؟ لا، لا يخيفنا. هذا يجعلنا نفهم أن هؤلاء لا يفهمون، أن هؤلاء لا يعون. ملايين البشر الآن ينكرون نبوة خاتم الأنبياء محمد. هذا الإنكار يخيفنا؟ لا، لا يخيفنا. حقيقة واضحة، إذا واحد يريد الحق هذا هو الحق. فالإنكار، التشكيك، هذا لا يخيف ولا يضر بهذه الحقيقة الواضحة. هذا جانب. الجانب الثاني أشير إليه باختصار، أنا مفصل هذا الجانب فيما مضى، ولكن أشير إلى نقطة لم أذكرها فيما قبل. حديث الأئمة الاثنى عشر، هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. كم طريق أكو لهذا الحديث؟ أحاديث تنقل بطريق واحد، طريقين، ثلاثة، أربعة، كافي طريق واحد هو يكفينا. هذا الحديث حديث الأئمة بعدي اثنا عشر نقل
270 طريق 270 طريق، مو طريق وطريقين. جيد، من اللي ناقل هذا الحديث بألفاظه المختلفة؟ سيكون بعدي 12 إماما، أميرا، خليفة، الدين قائم بهم، إلى آخره، تعبيرات كلها تدور حول هذا المحور. البخاري الذي عندهم أصح كتاب بعد كتاب الله ناقل هذا الحديث، صحيح مسلم ناقل هذا الحديث، الترمذي في صحيحه ناقل هذا الحديث، أبو داود ناقل هذا الحديث، الحاكم في المستدرك ناقل هذا الحديث. يكفينا فقط رواية البخاري. البخاري المتشدد جدا في نقل الأحاديث، راجعوا تشدده في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، شلون متشدد إلى أبعد الحدود في نقل الأحاديث. وأي شيء يستشعر من أقل شيء ضدهم يحذفه أو يحذف مقطوعة منه. مثلا يقول، لاحظوا، يقول كان الثاني قاعد فقال نهينا عن التكلف، خلاص هذا هو، هو هذا الحديث. كلهم ناقلين أنه سأل رجل الثاني ما معنى وأبا وفاكهة وأبا، شنو معنى أبا؟ فقال أنتم شو عليكم؟ ليش تسألون الشيء اللي ما تعرفوه؟ ليش تسألون عنه؟ إنا نهينا عن التكلف. لكن البخاري كل الحديث حذف، كاتب قال الثاني نهينا عن التكلف. يعني شوفوا تشدده. هذا البخاري ناقل هذا الحديث. هسه ما علينا بتقييم البخاري، النقطة اللي أحب أشير إليها، البخاري كان قبل الإمام الحجة. يعني يجي واحد يقول هذا حديث الأئمة الاثنى عشر اخترعها الشيعة، الجواب البخاري مو من الشيعة. يجي واحد يقول إن هذا الحديث متأثر بواقع قائم، يعني بعد ما صار 12 اجى واحد اختلق هذا الحديث تأثر بالواقع القائم. البخاري قبل الإمام الحجة كان، البخاري كان معاصر للإمام الجواد وللإمام الهادي وللإمام العسكري صلوات الله عليه، فهو قبل الإمام الحجة، قبل ما يكتمل الأئمة 12 البخاري كتب هذا الحديث. إذن هذا الحديث مو متأثر بالواقع الخارجي، هذا الحديث سابق على الواقع الخارجي. هذا الحديث إخبار رباني إلهي عن حقيقة سوف تتجسد فيما بعد وسوف تتحقق. جيد، التطبيق الوحيد الممكن لهذا الحديث، التطبيق الوحيد الممكن، أخذوا علماءهم اسألوهم من هم ذول الأئمة الاثنى عشر وكتبوا إجاباتهم واحد واحد، ما عندهم إجابة. النبي شنو قايل؟ يقولون ما ندري. النبي شنو قايل؟ هذا التأكيد الشديد على أن الأئمة بعدي 12 كلهم من قريش شنو معناته؟ النبي شنو يقول؟ النبي يقول كلام مبهم لا معنى له. هذا الحديث لا يمكن أن يكون له مصداق إلا إذا اعترفنا بوجود الإمام المهدي وبإمامة الإمام المهدي وبمهدوية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا جانب من جوانب الحديث. ننتقل باختصار إلى جانب ثان، وهذا الجانب عبر في الأحاديث أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كالشمس حين يغيبها السحاب.
إلها وجود لكن يمكن إحنا ما نشوفها، يمكن تختفي علينا، ولكن بقدر ما عندنا من النوافذ نستفيد من هذا النور. إذا واحد في غرفة مغلقة ما فيها نافذة ما فيها شباك أيضا يستفيد، إذا الشمس ما كانت كان يموت من البرد، فهو يستفيد لكن يستفيد بدرجة. إذا واحد عنده شباك صغير يستفيد بهذا المقدار، إذا واحد عنده شباك أكبر يستفيد بذلك المقدار، إذا واحد في عمارة ناطحة للسحاب يمكن هذه الغيوم لا تحجبه يشوف الشمس ويستفيد منها استفادة مباشرة. فعناية الإمام ولطف الإمام ورحمة الإمام هذه تشمل جميع البشر، ولكن كلما واحد القابلية فيه تكون أكثر التوجه يكون أكثر يستفيد أكثر. من الذين استفادوا نذكر بعض النماذج من هذه العناية: السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه في طريق الحج حينما تاهت سيارتهم في صحراء الجزيرة العربية وأوشكوا على الموت، فأنقذتهم عناية الإمام المنتظر. من الأشخاص الذين شملتهم هذه العناية العم الشهيد رحمة الله عليه حين كان تحت التعذيب القاسي في سجون البعثيين، فنذر إذا الله سبحانه وتعالى أنقذه من هذا العذاب ومن هذه المحنة أن يؤلف كتابا حول الإمام المهدي، فأنقذه الله ببركة الإمام وألف كتاب كلمة الإمام المهدي وفاء لذلك النذر. من الأشخاص، هذه إشارات لا أريد التفصيل، من الأشخاص الذين شملتهم هذه العناية المرزا مهدي الإصفهاني العالم المعروف اللي كان في مشهد حين كان يعيش في الحيرة والتردد، فتوسل بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فأشرق عليه جمال الإمام وأراه الطريق. من الأفراد الذين شملتهم عناية الإمام صلوات الله وسلامه عليه الشيخ محمد طه نجف في قضية المرتاض الهندي المعروفة. من الأشخاص الذين شملتهم عناية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه السيد محمد الفشاركي في قضية ننقلها إن شاء الله في وقت آخر. من الأشخاص، ونختم بهذا النموذج، الذين شملتهم عناية الإمام المهدي الشيخ المتقي، هذه القضية ينقلها الشيخ مرتضى الحائري، هذا العالم الكبير اللي لعل كثير شايفيه في قوم، عالم متقي متدين، ينقل هذه القضية عن الشيخ المتقي، أوجز القضية. يقول الشيخ المتقي: كانت له زوجة ابتليت بالشلل على أثر قضية معينة، وكلما راجعوا الأطباء ما فات. يقول: ليلة من الليالي
اختصر القضية، كانت ليلة الجمعة، ففكرت أنه قبل فترة طفلتي بنتي كانت قايلت لي أنه اذكر لي قصص الذين توسلوا بالإمام المهدي، فأنا ما أخذت لها كتاب النجم الثاقب، أخذوا هذا الكتاب طالعوه النجم الثاقب للنوري، أخذت لها وأخذت أنقل هذه القضايا اللي شملتهم عناية الإمام الحجة. هاي قبل شهر يقول أنا ليلة الجمعة فكرت خو أنا اللي أنقل هذه القضايا، أنا ليش ما أتوسل؟ الآلاف توسلوا بالإمام الحجة صلوات الله عليه وشملتهم عناية الإمام بإذن الله تعالى، أنا ليش ما أتوسل لشفاء زوجتي؟ يقول فدعوت الله سبحانه وتعالى وتوسلت بالإمام الحجة ونمت ودموعي جارية أو عيني مليئة بالدموع، نمت في هذه الحالة. يقول في السحر استيقظت على صوت ضوضاء وجلبة تأتي من الطابق الأسفل، نزلت شفت بنتي، قلت لها ما هذه الجلبة، شنو هذه الضوضاء؟ قالت لقد شوفيت أمي. يقول اجيت فشفت ايه حقيقة الزوجة ما فيها شيء، فقلت ما القضية؟ قالت احنا كنا نايمين، البنت تقول في الغرفة وامنا نائمة الام المشلولة، واذا بنا نسمع امنا تنادي قوموا ودعوا الامام، قوموا ودعوا الامام. يقول تقول البنت احنا شوية ابطأنا واذا بامنا تقوم من السرير وتركض خارج الدار. يقول احنا قمنا شفنا والدتنا في وسط الدار في صحن الدار، قلنا شنو القضية؟ فقالت الوالدة انا في يقظة، انا في منام، انا حقيقة في وسط الدار، انا حقيقة اللي ما كنت اتمكن اتحرك، أنا طلعت من سريري وأنا الآن في وسط الدار. قلنا لا هذا مو منام، أنت في عالم اليقظة. قالت أنا كنت نايمة وإذا برجل يدخل الغرفة ويقول قومي فقد شافاك الله، فقلت أنا ما أقدر أقوم. قال الرجل النوراني قومي لقد شوفيتي. تقول أنا أخذتني مهابة ذلك الرجل فقمت وقلت لكم قوموا وادعوا الإمام، أنت أبطأت فأنا ركضت لتوديع الإمام ورأيت أنه ما في شيء. الشيخ الحائري يقول العجيب وليس بعجيب في القضية، الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه يقول العجيب في القضية أنه مو فقط شوفيت من الشلل، هذه المرأة كان فيها روماتيزم من قبل 5 سنوات، روماتيزم مزمن، وكلما راجعت الأطباء لم ينفع. شوفيت هذه المرأة ببركة التوسل من الشلل ومن هذا الداء أيضا. الشيخ الحائري رحمة الله عليه الشيخ مرتضى اللي يعرفوه يعرفون من هو هذا الرجل، كان طودا جبل من العلم والتقوى والأخلاق، عالم عظيم كان. يقول الطبيب الفلاني اللي كان يعالج هذه المرأة يجيب اسمه، يقول في المستشفى الفلاني في قم وأنا أعرفه، رجل متدين صحيح لا إشكال في صحته. يقول هذا قال لي، يعني للشيخ مرتضى الحائري، أن هذه المرأة
ما كان بالإمكان من الناحية العلمية أن تعالج، وما حدث لها إنما كان أمرا إعجازيا خارقا للعادة. نعود مرة أخرى إلى كلام الشيخ المتقي. الشيخ المتقي يقول: أنا فكرت ليلة الجمعة الآلاف توسلوا بالإمام ونالوا حوائجهم. الشيخ المتقي أيضا توسل بالإمام ونال حاجته أيضا. هذا الباب باب مفتوح، إحنا أيضا يجب أن نحشر أنفسنا ضمن هذه الآلاف، ضمن هذه الزمرة، نتوسل بالإمام، نتوجه إلى الإمام حتى يكون شفيعا عند الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائجنا الدنيوية والأخروية. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الفرج ويسهل له المخرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام نيراً، وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.